السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة برنامج في الموعد. اليوم موضوع جديد ومختلف، والحديث عن المنظمات والمؤسسات والتجمعات الممكن نحن بنشاهدها على أرض الواقع. عندها كثير من الأهداف، وعندها كثير من يمكن التنظيمات والشكل والهيكل المختلف. في سودان جديد أهداف اختلفت وتغيرت، وهي بالتأكيد للأفضل، وده كله عشان نصل بالسودان لتنمية أفضل ولنماء بشكل أفضل، وده كله من أجل مصلحة المواطن السوداني. اليوم حنتكلم عن تجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وأيضا منظمات والمشروعات مفوضية العون الإنساني بشيء من التفصيل كتعريف عن نبذة أهداف التأسيس والنشأة، وأيضا ما بين عهد مضى وما بين سودان جديد. حنتكلم عن أهداف وشنو اللي حيتقدم للمواطن. سعيدة جدا في المساحة دي يكون معي دكتور محمد فضل الله سراج الدين، مدير عام المنظمات والمشروعات مفوضية العون الإنساني. مساء الخير عليك. مساء الخير، شكرا جزيلا على الاستضافة، وعبركم يعني نحيي مشاهدي قناة الشروق الفضائية. مرحبا بك كثير. برحب ايضا باشمهندس نادر عبد القادر ابراهيم، الامين العام لتجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالسودان جيمو سات. مرحبا بك كثير. مرحبا بك، ومن خلالكم التحيه، ومن خلال منظمات المجتمع المدني وفوضيه العون الانساني التحيه لكم، والتحيه لكل المشاهدين ولكل الاخوه خلف الكواليس، وخصوصا ونتنفس عبق وعبير مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هنا عليكم كل التحيه والإجلال والتقدير. شكرا. كثير. جموسات اختصار طبعا لتجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، إذا كان في تساؤل لأي شخص بيتابعنا. أبدأ معك دكتور محمد فضل، والمنظمات والمشروعات مفوضية العون الإنساني كنبذة وتعريف وأيضا توضيح على الأهداف. مفوضية العون الإنساني هي يعني مؤسسة حكومية معنية بتنسيق وإدارة وتوجيه عمل المنظمات ومشروعاتها وبرامجها، وتوجيه العون الإنساني بصفة عامة. يعني المفوضية كانت هي اندماج بين مفوضية الإغاثة وإعادة التعمير، كان بقولوا عليها RRC، ومفوضية العمل الطوعي كوفا، اللي هي Commission of Voluntary Agencies. حصل الاندماج ده في 1995، وتأسست المفوضية في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الحين يعني المفوضية هي تطلع بالمهام والاختصاصات التي نص عليها في قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006. طبعا قد يتساءل البعض أن المفوضية نشأت في عام 1995، والقانون يعني تمت إجازته أو العمل به في 2006، لكن القانون كان هو تطور وتطوير لقوانين سابقة يعني كانت تعمل. يعني في قانون صدر لتنظيم العمل الطوعي والإنساني وعمل المنظمات عموما في سنة 88، وطبعا قبله في قوانين، يعني يمكن أول قانون في السودان صدر لتنظيم عمل المنظمات يمكن القانون تنظيم الجمعيات الأهلية ده في سنة 57، وبعد ذلك جاء قانون التبشير في عام 1962، وبعد ذلك جاءت قوانين أخرى يعني حتى تبلور الصيغة الأخيرة كويس للقوانين المنظمة للعمل الطوعي والإنساني بصدور قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني للعام 2006. عندنا حديث كثير إن شاء الله حيكون كبير عن القوانين وعن التشريعات القائمة. باشمهندس، لما نتكلم عن جيموسات اللي هو اختصار لتجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، نبذة وتعريف وأيضا أهداف التجمع. تجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تأسس في بواكير العام 2019، تبلور من خلال نخبة من عدد ورؤساء ومنظمات مجتمع مدني عاملة في دول المجتمع المدني العربي في القاهرة، كانوا من خلال مؤتمر تابع لمنظمة الصحة العالمية WHO في مكافحة الضبغ والتدخين على هامش البرنامج، اتفق عدد من
الحضور انه يكون يشكلوا تجمع خاص بتجمع جمعيات مؤسسات المجتمع المدني بصفه رسميه وقانونيه، واستشرنا بعض الاخوه في جامعه الدول العربيه وفي الاتحاد الافريقي عن كيفيه تكوين هذا التجمع، فاخذنا المعلومه بانه كل منظمات المجتمع المدني في بلدانا تجمع عدد من المنظمات وتكون التجمع بتاعها في داخل الدوله، ومن خلالها ينشدوا تكوين التجمع العام في واحدة من الدول العربية، وبالإجماع توافقنا أنه يكون السودان هو دولة مغر لكثير من عادات وتقاليد المجتمع السوداني والأخلاق التي يعني يمتاز بها، وتوافق عدد من الدول بأنه يكون شخصنا الضعيف نائب للأمين العام في اللجنة التمهيدية لتكوين هذا التجمع في ما في الشهر 6 تحديدا. كنا في القاهرة وتواصلنا على أن يتم التجمع في 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 السودان. عمدنا على أساس أنه يكون الجمعية العمومية لعدد من الأعضاء، وجلسنا مع فوضية العون الإنساني وقدمنا الطلب وعدينا النظام الأساس الخاص بتجمع جمعيات مؤسسات المجتمع المدني. اختصرناه في كلمة جيم وسات للاسم المطول. من خلال 30 منظمة رفعنا النظام الأساسي، تمت الموافقة والمصادقة على هذا التكوين في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، ومن هنا نحيي شهدائنا في 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 الثورة المجيدة، وبعد الاستقرار الوضعي نسبيا يعني، ونسأل الله الشفاء لجرحانا. بعد الاستقرار نسبيا في شهر 7 قدمنا للجمعية العمومية وتم تحديد موعد لها في الثاني من أكتوبر. الحمد لله وتمت إجازة الجمعية العمومية بالإجماع وانتخاب المكتب التنفيذي لتجمع جمعيات مؤسسات المجتمع المدني بالسودان، والآن التجمع يعني يعمل بصبغة قانونية ورسمية من خلال أهدافه المعينة اللي هي تبكل لأهداف التجمع العام لمؤسسات المجتمع المدني بالوطن العربي تحت شعار سلام ومحبة وتسامح. سلام ومحبه وتسامح. السودان طيب معروف بانه في المنظمات يعني من تاريخ قديم، الانضمام في رايك انه مش خطوه متاخره يعني انه يكون التجمع الان في 2019 حقيقه، ولا مرتبط بالواقع السياسي اللي احنا عايشينه الان؟ لا بالعكس، هو ما مرتبط بالواقع السياسي، لكن حقيقة التجمع جاء وليد لحظة كما ذكرت لك من خلال تجمع إخوة في منظمة العمل الطوعي والإنساني لعدد 17 دولة. كلنا حضور في مؤتمر خاص بمنظمة الصحة العالمية WHO مكافحة الطب والتدخين للفاينل ريبورت. من خلال هذا التجمع للإخوان عمدنا أنه يتم هذا التجمع، وكل الإخوة الحضور يرجعوا في بلدانهم المعنية يأسسوا التجمع داخل بلدانهم، ويتم عدد 10 دول أكملت التسجيل بتاع الرسمي، من خلاله نصعد لإحدى من وكالات الأمم المتحدة باعتبار أنها تكون هي الراعية أو تكون هي الجهة المسؤولة عن تسجيل هذا التجمع بالنسبة للوطن العربي ككل والإفريقي. نعم، إن شاء الله نواصل معك في محاور بشكل أكبر ونتعرف أكثر على الجموسات من خلالك باشمهندس دكتور محمد فضل الله. يعني مفوضية العون الإنساني طبعا هي الجهة المسؤولة من عمل المنظمات عموما، لو وجهنا اتهام والحديث عن القوانين والتشريعات اللي ذكرتها منذ قليل بناها النظام السابق، هل توافق على ذلك أم لا؟ والله أنا لا أميل إلى الإجابات المباشرة طبعا يعني، لكن إجابات دبلوماسية. القانون قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني يعني شأنه شأن القوانين الأخرى التي صدرت في العهد البائد يعني عليها ملاحظات ومآخذ يعني، وكثير جدا جدا من نشطاء العمل الطوعي والإنساني أبدوا ملاحظات حول هذا القانون وفي مراجعات الحقيقة حتى قبل قيام الثورة يعني، للأمانة إنه كان في مراجعات داخلية القانون، ويمكن يعني صدرت نسخة منقحة لقانون مفترض أنه يكون قانون معدل لقانون 2006، ولكن أنا في ظل التطورات السياسية وقيام الثورة
كل هذه المتغيرات انا افتكر من الضروري جدا جدا يعني تتم مراجعه هذا القانون حتى يتناسب يعني مع طبيعه في ملاحظات حتى قبل قيام الثوره. قبل قيام الثوره كان في ملاحظات طبعا لانه في كثير فيه كثير جدا من القيود في الماده 7 دي كانت يعني مثيره جدا جدا للمنظمات و يعني هي كانت بتمنع انه المنظمات تتحصل على تمويل داخلي او خارجي من اي ممول الا وفق اجراءات محدده يعني. فالمنظمات كانت بتفتكر انه ده كان فيه تغيير كبير جدا جدا على قدراتها في استقطاب الدعم والحصول على التمويل. وفي بنود اخرى يعني في 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 الحقيقه يعني مواد اخرى برضو كان عليها ملاحظات يعني من ضمنها مثلا العضويه الممكن تؤسس منظمه يكونوا 30 عضو كده ليه يكونوا 30 عضو يعني. ففي حاجات يعني بدت فيها المراجعات ولكن انا اعتقد حتى تستكمل هذه المساله تتم مراجعه كليه لهذا القانون واستبداله يعني. يعني يستحق انه فعلا القوانين تتم مراجعتها؟ بالضبط بالضبط. كان عندها يعني اغراض محدده هي بتخدمها؟ ليس بالضبط لكن المنظمات العمل الطبيعي عموما خلال الفتره السابقه كان برضو عليها كثير جدا جدا من المآخذ. ان هي واجهات لاحزاب سياسيه، واجهات لكيانات حزبيه، واجهات لمناطق كويس، حتى واجهات لاسر وعشائر وكلام زي ده. في كلام كثير جدا جدا ويمكن قد تكون واجهات لبعض الشخصيات يعني ولا لبعض الناس المؤثرين يعني والرأسماليين وكده يعني. في ملاحظات كانت على هذه المنظمات. فانا اعتقد المراجعه ضروريه يعني حتى انه نحن نستطيع ان نخلق منظمات تستطيع ان تواكب المرحله وفعلا تحدث نقله حقيقيه فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطوعيه والعمل الطوعي عموما. نعم كلام جميل باشمهندس. كتعقيب لحديث الدكتور يعني كيف ترى وتقييمك للقوانين عموما واشاعاته فيما ذكر عن حديث اللي هو المنظمات وهل فعلا هي ممكن تكون بعض الصعوبات اللي بتواجه المنظمات زي القوانين اللي ذكرها دكتور؟ نعم القانون بشكله العام تم تعديله قانون 2006 بعد القانون العام للعام 1996 بما يتماشى ويتوافق مع الراهن السياسي والوضع الاقتصادي للحكومة البائتة. وهذا القانون يعني فيه كثير من التحديات والتقاطعات اللي بتتعارض مع منظمات المجتمع المدني العاملة كما ذكر أخونا الدكتور سعادة المدير العام للمنظمات والمشروعات. يعني المشروع فيه القانون فيه مشاكل كثيرة خصوصا في المادة 7 وبعض المواد الأخرى فيما يتعلق بتجديد منظمات العمل الطوعي والإنسان المحدودة بعام وفيما يتعلق بالعضوية المرهونة ب 30 عضو فيما يتعلق بمسائل الفحص الأمني والإجراءات الروتينية العقيمة داخل مفوضية العون الإنساني. هي كانت منفذ ومعبر لمنظمات المجتمع المدني الذكرى بتصنيفات المختلفة واجهات عندها أغراض يعني شخصية وأغراض مناطقية وأغراض حتى سياسية. ونحن من هذه الواجهة بنقول يعني منظمات المجتمع المدني هي منظمات طوعية وإنسانية تخدم الإنسان وفي كل كبد رطب حسنة الإنسان بغض النظر عنه الكبد الرطب إنسان أو حيوان تتعامل وتتعاطى مع الواقع الأخلاقي الديني وفق سياسة ديننا الحنيف إنه تقدم العمل الطوعي والإنساني من غير واجهة سياسية ولا مناطقية ولا جهوية حتى ولا دينية يعني نتعامل من هذا الواقع. فبالتالي ننشد أنه يتم تغيير القانون العمل الطوعي والإنساني بما يتوافق مع هذه المفاهيم الحديث الحنيفة وفق ديننا الحنيف. نعم إذا تكلمنا عن العدد أو عدد المنظمات يعني حديث عن أنه مفروض الخدمات تقدم تكون هي خدمات إنسانية بغض يعني ما يكون في أي غرض من خلال تقديم أي خدمة. عدد المنظمات الوطنية والأجنبية وعدده هو يتناسب مع ما تقدمه للمواطن؟ لو تكلمنا بلغة الإحصائيات حقيقة يعني تقريبا المنظمات الوطنية الآن المسجلة في المفوضية على المستوى الاتحادي يربو عن 6000 منظمة. ده غير عندنا حوالي 8000 منظمة قاعدية، دي المنظمات المسجلة على مستوى
الولايات والمحليات وكده. عندنا حوالي 96 او 97 منظمة أجنبية مسجلة بالإضافة للمنظمات العربية والإسلامية، وحوالي 56 او حوالي 60 شبكة. والشبكة هي عبارة عن تجمع لمنظمات، يعني أي 10 منظمات بكيفية محددة بإجراءات محددة يمكن أن تشكل أو تكون اتحاد أو تعمل تشبيك فيما بينها كويس لتحقيق أهدافها وأغراضها. فدي كل هذه هي الكيانات موجودة ومسجلة، لكن حجم العمل المقدم الحقيقة يعني متواضع جدا بالنسبة للعدد ده. بالنسبة للعدد أجنبي ووطني واحد. المنظمات حقيقة بتبذل مجهودات كبيرة جدا جدا، لكن حجم الحوجة والاحتياج كبير. كويس. ظروف السودان، الصراعات، الكوارث التي تحدث في السودان من جفاف لتصحر لمجاعات احيانا فيضانات وسيول وكل هذه السودان، يعني ما هي 6000 منظمة عدد كبير مش كده؟ عدد كبير، عدد كبير، ولكن يعني لو اجتهدت لكن الحوجة اكبر، ممكن تغطي الحوجة، لكن هي برضو عندها تحديات فيما يتعلق بالحصول على التمويل، توفير الإمكانيات التي تمكن هذه المنظمات من تقديم الخدمات الضرورية. وبالذات الحقيقة نحن في السودان يعني بنطلب من المنظمات إنها تشتغل شغل حكومة، يعني نكون صريحين، يعني الخدمات الأساسية ده شغل بتاع الدولة، في التعليم، في الصحة، في الموية، في كثير جدا من الحاجات، في البنيات التحتية، ولكن المنظمات تطلع بهذه الأدوار الكبيرة يعني. أنا بالنسبة لي العدد ما كبير، يعني نحن لو نظرنا تقريبا في مصر القريبة لنا، يعني عدد المنظمات والجمعيات الأهلية يمكن أكثر من 35,000 منظمة، لكن ما مطالب منها. تعداد السكان بين الدولتين يعني مثلا ممكن يكون أكثر. ممكن النسبة والتناسب فيما يتعلق بالعدد، يعني لو أخذت عدد المنظمات مع إجمالي عدد السكان يمكن تلقى في فوارق، لكن برضو يعني عموما المنظمات بقت يعني بتلعب دور أساسي وبتطلع بأدوار مهمة جدا جدا في جوانب المناصرة، في تبني قضايا يعني الشرائح الضعيفة، المرأة والطفل، الأقليات، حتى قضايا الهجرة واللاجئين وحقوق الإنسان، وفي قضايا كثيرة جدا جدا يعني برا المنظمات ما بتشتغل، يعني ما مطالب المنظمة أنها تعمل مدرسة ولا تبني مدرسة ولا تدعم مدرسة ولا توفر الغذاء للتلاميذ، أو مثلا يعني تعمل مستشفى أو كده أو كده، أو تعمل مثلا محطة للمياه يعني. ولكن إحنا في ظروف السودان حقيقة يعني المنظمات تطالب منا أنها تعمل الكثير جدا جدا، وكما ذكرت أنه حجم الاحتياج والموارد المتوفرة لهذه المنظمات والجاب بين الموارد المتاحة للدولة وما تقدمه الدولة، يعني في فوارق وفي اختلالات محتاجة لمعالجة. ويمكن من ظروف النشأة برضه، نحن كمان ما نظلم المنظمات يعني الظلم كلي، ظروف النشأة والنظام البائد كويس، والمضايقات التي كانت يعني يسببها للمنظمات كويس، ومديها دور يعني أو حجم الطلبات اللي كان مطلوب من هذه المنظمات برضو كبير جدا جدا. فكان في إشكالات يعني، ولكن هذه المسألة أنا يخيل لي أنا لو أن تصحح يعني المنظمات تطلع بأدوار المطلوبة منها فعلا في مجال العمل الطوعي والإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية، وفي جوانب أخرى يعني جوانب التوعية، التوجهات العامة، الحتة بتاعت المناصرة كما ذكرت، وفي قضايا كثيرة جدا جدا مع التحولات الذي يحدث الآن في البلد والنقل المطلوبة نحن ننقلها، وكثير جدا جدا من المعالجات والإشكالات عندنا على المستوى المجتمعي، محتاج أن المنظمات يكون فيها دور واضح، توعية الناس وتثقيفهم وتدريبهم وبناء قدراتهم. حنيجي نشوف رؤية مستقبلية لدور المنظمات، وحجيك باشمهندس نادر لعدد من المحاور فيما يتعلق بالمنظمات اللي ممكن تكون هي ضعيفة أو أنشئت لأغراض استغلالية. حستأذنكم في فاصل قصير، حنرجع من بعد ونتواصل معاكم في الموعد. اهلا من جديد مشاهدينا في كل مكان، متواصل معاكم برنامج في الموعد، و
حديث عن منظمات مفوضية العون الإنساني وأيضا تجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالسودان، وحديث عن المنظمات التوعية اللي عندها دور كبير وتقوم بدور خدمي للمواطن من أجل مصلحة المواطن. برحب بضيوف داخل الاستوديو دكتور محمد فضل الله وأيضا باشمهندس نادر عبد القادر، ويعني مواصلة لحديثنا ونحن نتكلم عن التجمع، حديث عن بعض المنظمات، يعني عطفا على حديث الدكتور انه هي ضعيفة وقامت لأغراض محددة وعندها أيضا أغراض استغلالية أو استغلالية، هي تستغل وضع معين، اسم معين، ظرف معين، فكيف بيتم التعامل معها؟ حقيقة أنا لا أتحدث عن المنظمات بوجه عام ولا أمثل المنظمات بوجه عام، لكن من وجهة نظر شخصية ووجهة نظري الخاصة من خلال عملي كأحد منظمات المجتمع المدني العاملة، من خلال رئاستي لمنظمة الجهود الخيرية اللي تم تأسيسها من العام 2009. حقيقة العهد البايت يعني كان سياسات هي يعني لها الأثر الكبير في كل الاتهامات والحاصلة في منظمات المجتمع المدني، وهي الأساس في أن يقفز العدد لستة ألف منظمة كما ذكر أخونا الدكتور فضل الله. منظمات المجتمع المدني هي يعني عالميا الذراع الأيمن للأنظمة الحاكمة في الدول المعنية، لو مسكنا الاتحاد الأوروبي، أمريكا، بتاع منظمات المجتمع المدني هي تسد الفجوات اللي بتحتاج لها الأنظمة الحاكمة. فبالتالي يفترض الحكومات تطلق العنان لكل منظمات المجتمع المدني من ناحية قوانين، من ناحية تشريعات، من ناحية مساحات للانتشار، من ناحية تنفيذ برامجها من خلال نظام الأساس حددت إنها هي تعمل فيه، في الصحة مثلا أو الرعاية الاجتماعية بكافة أنواعها أو في التعليم. سؤالك يعني النظام البائد هو سبب هذه الإشكاليات، جعل بعض من منظمات المجتمع المدني تعمل لواجهات سياسية كانت خصما على منظمات المجتمع المدني. فمنظمات المجتمع المدني في ظل الفترة البائدة يعني أنا من وجهة نظري يعني سدت ما يعادل 80 أو 90% من العصور العام بالنسبة لحوجة النظام من ناحية سياسية ومن ناحية اقتصادية ومن ناحية اجتماعية. هي أبلت بلاء حسن من واقع يعني معاش وصعب جدا جدا اجتهدت فيه ونفذت كثير جدا من برامجها وفق أنظمتها الأساس داخل الوطن وفي الولايات المختلفة اللي عايشناها. تعقيب لحديث الباشمهندس الدكتور في انه محتاجه المنظمات لحريه اكبر، لاستقلاليه بشكل اكبر، عشان تقدر تفي بغرضها وتلبي غرضها. يمكن الحديث يصل عند البعض لانه والله الغاء المفوضيه باعتبار انه ممكن تكون واحده من العقبات اللي بتواجه المنظمات في تنفيذ كثير من تشريعاتها ومهامها واهدافها. ردك شو؟ طبعا ده قرار سياسي، ما قرار فني طبعا. إلغاء المفوضية وإلغاء دوره وكده، لكن يعني المفوضيات التي تشرف على المنظمات وتنظم عملها وتراغيبها وكده موجودة بالمناسبة حتى في الدول المتقدمة يعني. يعني في بريطانيا مثلا لو أخذنا مثال، يعني عندك مفوضية العمل الخيري، هو بيقولوا عليها تشاريتي كوميشن، دي بتنظم عمل المنظمات وبتراغب أدائها، ولو حسابك ضاع فيه دولار واحد زيادة كويس بكرة هتخضع للمساءلة وبتخضع لعقوبات، وفي كثير جدا جدا وانت ما يعني ما بترك لك صح. في بريطانيا، مثلا انا ممكن اقول لك يعني قانون التشاريتلو، قانون العمل الخيري، يعني بيسمح للمنظمة انها تمارس النشاط بدون تسجيل. يعني التسجيل ليس شرطا لممارسة النشاط، يعني في تسهيل بشكل كبير، في تسهيل لكن في قوانين، في قوانين وفي أجهزة وفي مؤسسات بتراقب، يعني ما المفوضية براها. زي ما قلت لك النظام المصرفي بيراقب حسابات المنظمات. كويس، انت لو عملت اي حملة عشان تجمع تبرعات لازم توري بالضبط انت حجم المبلغ الدائر من الحملة دي شنو.
هتصرف عليه كم وهتتحصل على كم بالضبط. كويس. لو زدت اي مبلغ انت بتكون في حته بتاعت مساءله. ايوه كويس. في قوانين اخرى مثلا يعني تجرم الدعوه للعنف. كويس. لو منظمه حتى لو كانت ما مسجله ومسموح لها انها تشتغل كما ذكرت يعني التسجيل ليس شرطا لممارسه النشاط، لكن لو دعيت للعنف في قوانين بتعاقبك. وفي قانون بتحاسبك. انا عموما بفتكر انه مهم جدا انه التشريعات والقوانين تعمل على بناء منظمات مجتمع مدني قوية وفاعلة. أيوة. ونشطة وتكون قابلة للمساءلة والمحاسبة يعني. يعني في ظل زولة القانون اللي يعني احنا كلنا شغالين وبنجتهد مع الحكومة الانتقالية ومع كل المعنيين والشعب السوداني كله انه نؤسس دولة القانون، لازم تكون في مساءلة وفي محاسبة. أيوة. يعني مراقبة. ومراقبة. لو تركت الامر على عواهنه برضه بتكون في اشكاليات يعني. لا 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 نظن لا اظن انه نحن حنسلم يعني لو تركت المساله يعني. فهي المفروض يمكن ان يحدد دورها، ان يتم تطوير الدور. كويس. معالجه السلبيات والقصور، لكن المفوضيه حقيقه بتقدم تسهيلات كبيره جدا للمنظمات يمكن قد تكون ما منظوره. شنو مثلا؟ يعني لو مسكنا اكثر حاجه ملموسه العربات اللي بتشوفيها بتاعت المنظمات المتحركه اللي بتحمل لوحات بتاعت المنظمات دي، هذه العربات معفاه من الضرائب، معفاه من الجمارك. كويس. كل مدخلات العمل الطوعي والانساني اللي بتستورد كل مستوردات المنظمات هي برضو معفيه من الرسوم ومعفيه من الضرائب ومعفيه من الجمارك. ويمكن الباشمهندس يعني يدعم هذا الكلام. ففي خدمات بتقدم لهذه المنظمات يعني تسهيلات فيما يتعلق بالتسهيل، حماية هذه المنظمات، يعني توفير كثير جدا من المعونات الحكومة أساسا يعني أحيانا تدعم مشروعات هذه المنظمات وتوفر لها بعض المعينات. ففي أدوار يعني برضو مطلوبة من المفوضية. لكن أنا ما بميل لسياسة أنه أن إحنا نلغي ونشطب وكذا، لكن إحنا نطور والجوانب السلبية تتم معالجتها ونحسن في الجوانب الإيجابية ونطور فيها يعني. ده برضو المحور يمكن نحن في خواتيم الحلقة لابد إنه ناخذ مساحة من الزمن ونحن بنتكلم عن السودان الجديد، عن الحياة الجديدة المدنية لكل مواطن وكل شخص عنده أحلام يمكن تكون لحياة جديدة بالنسبة له ولكل السودان. كيف الدور المأمول من المنظمات المجتمع المدني دي، وكيف يعني المرحلة القادمة المطلوب منها عشان هي توصل وتؤدي رسالتها وتتجاوز كثير من الصعوبات والعقبات اللي بتواجهها؟ الدور المأمول من منظمات المجتمع المدني، قبل أن أجاوبك على هذا السؤال يحضرني مثال بسيط ل راعي من منظمات البريطانية قابلناه داخل السودان هنا وتناقشنا في استفاضة كده عن مشروع تسهيلات العمل الطوعي والإنساني تحت مظلة المفوضية العون الإنساني. ذكر أخونا الدكتور يعني اللو التشاريتي لو في بريطانيا، يعني هو بيفرض مساحاته واندر فوكس بالنسبه للمنظمات، ما بيشتغل في ولكن براقب. ذكر لنا انه المنظمات هناك منظمات المجتمع المدني يعني عندها مساحه كبيره جدا تخدم فيها، واذا كان المنظمه يعني عملت عمل طوعي ما يتماشى ويتوافق مع سياسه الدولة يتم تحفيزها من خلال إعفاء من الجمارك، إعفاء من الضرائب، إعفاء من عدد من البرامج، وفق تنفيذ مهام اقتصادية ضخمة كبيرة جدا فيما يتوافق مع سياسة العامة الخارجية في الدول النامية. مثلا إذا حققت مشروع في السودان، نفذت مشروع في جنوب أفريقيا، في إيه في المناطق اللي بيحتاجوا لها بسقف مالي كبير جدا، بيرفع من أسهمها سياسيا، فبالتالي بيمنح هذه المنظمة إعفاءات ومساحات ضخمة جدا للحركة. نحن نعمل أن تكون منظمة مفوضية العون الإنساني بنفس النظرة العامة اللي بيتعاملوا بها خارجيا،
نتمتع بهذه الميزة وننشد أن نكون نحن الرافعة الحقيقية لتنفيذ العمل وترفيع العمل الطوعي والإنساني بحيث أنه يتواكب ويتماشى مع البرنامج البرنامج الاقتصادي والبرنامج الإسعافي للسياسات البديلة بحيث أنه هو يكون الزراع الأيمن للدولة من خلال سد الفجوات المعنية، لأنه منظمات المجتمع المدني هي سريعة الاستجابة، سريعة التنفيذ للمشاريع البيروقراطية والقوانين واللوائح في الدواوين الحكومية يعني صعب تنفيذها وزنه تايم، لكن منظمات المجتمع المدني إذا كان استنفر المفوض العام أو وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية هبوا إلى كسل هنالك وباء تجد كل منظمات المجتمع المدني بتمشي. ونحن من خلال تجمع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني جيموسات عكفنا على تصنيف هذه المنظمات، الآن بدأنا التسجيل في 2 أكتوبر في العام في الشهر المنصرم، الآن عدد منظماتنا أصبح 180 منظمة وتم تبويب المنظمات، وأي منظمة تجينا داخل التجمع بتاعنا من خلال هدف واحد. بعض المنظمات تشتغل في الرعاية الاجتماعية بكافة أنواعها، تشتغل في التعليم، تشتغل في الصحة، أي منظمة تنضوي لاتحاد التجمع بناخذها من خلال مفوض معين يمثلها داخل التجمع ومن خلال نشاط معين في الصحة أو التعليم أو الرعاية الاجتماعية بحيث يكون عندنا ذخيرة كاملة شاملة نقدر ننفذ بها التدخل السريع في مجال في مجالات الفجوة المختلفة المحتاجين لها. ومن هنا أناشد معظم منظمات المجتمع المدني العاملة بكمها الكبير ذكر أخونا الدكتور أن تنضم تحت هذا اللواء التجمع، ونتمنى من أخونا يعني يسمح لنا بمزيد من المساحات والحرية في تنفيذ الأهداف والبرامج إن شاء الله. ده طلب مقدم من الباشمهندس. ما عندنا مشكلة إن شاء الله المستقبل. أنا شغالين الآن في مراجعة القانون ونؤمن إنه التشريعات والقوانين لازم تكون يعني تعمل على بناء منظمات مجتمع مدني قوية وفاعلة ونشطة ومحمية وتستطيع أن تقدم يعني المطلوب منها للمجتمع السوداني خاصة في المرحلة الجديدة. المطلوب في المرحلة الجديدة في السودان الجديد لمواكبة التحديات والظروف المحيطة عموما سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بكل المواطنين. المنظمات منظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات الطوعية عندها دور كبير جدا جدا بتلعبه في الحيطة بتاعت كما ذكرت أنه المناصرة وبناء الديمقراطية والتعددية وتوعية المجتمعات و يعني بناء قدراتها، فإن هي تتفاعل مع الأوضاع السياسية ويكون عندها إسهام حقيقي يعني في إحداث النقلة المطلوبة خلال الفترة القادمة. فدي كلها أدوار إن شاء الله مطلوبة، ونحن بنفتكر إنه منظماتنا جديرة يعني مع قليل من التجذيب والتهذيب وكده والقوانين ودولة القانون ودولة المؤسسات، إن شاء الله هذه المنظمات يمكن أن تطلع بالأدوار المطلوب منها إن شاء الله. المطلوب أيضا باشمهندس المرحلة المقبلة لكل يعني رسائل للجميع نقدر نقول رسالة للجميع يعني أنشد و أبس رسالة لكل قادة منظمات المجتمع المدني أن يهتموا بالبيلد كاباسيتي لمنظمات المجتمع المدني لترفيع قدرات طاقة الإنسان وطاقة المؤسسة الذي يعمل فيها من خلال البرش ومن خلال برامج التدريب. ونحن لدينا أيضا شراكة مع مفوضية العون الإنساني في مجال توطين العمل الطوعي والإنساني من خلال الورش والبرامج والتدريب. كل منظمات المجتمع المدني عليها أن ترفع من سقفها المعرفي بحيث أنها تقدر تتعامل مع المنظمات الأجنبية العاملة في كتابة التقارير ورفع التقارير وكتابة المشروعات بصورة علمية مهنية تقيم وهي شنو المنظمة العاملة بحيث أنها تجد الاحترام وتجد القبول لدى المنظمات المجتمع المدني العالمية. نعم. ما بين الولايات وما بين الوسط أو المركز كيفية النسبة والتناسب ما بينهم؟
من حيث العدد ولا من حيث الخدمات المقدمة؟ المنظمات والخدمات المقدمة والتركيز عليها كيف؟ الحقيقة المنظمات الطوعية الآن العاملة في السودان هي بتركز مشروعاتها وجهودها في المناطق التي تأثرت بالنزاعات في دارفور. المنظمات الأجنبية؟ المنظمات الأجنبية والمنظمات الوطنية. يعني بنلقى أنه يعني أغلبية المشروعات أغلبية الأنشطة يعني منفذة أو تستهدف المتأثرين في مناطق النزاعات، إذا كان في دارفور ولايات دارفور الخمسة أو في جنوب كردفان أو في النيل الأزرق أو في شرق السودان عموما في إشكالات كبيرة جدا جدا. والله نحن يعني الوجود على حسب الحدث في المكان المحدد. بالضبط بالضبط. نعم، بشكرك جدا دكتور محمد فضل الله سراج الدين مدير عام المنظمات والمشروعات مفوضية العون الإنساني، شكرا جزيلا، شرفتنا اليوم. بشكرك باشمهندس نادر عبد القادر إبراهيم الأمين العام لتجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالسودان جموسات، بشكرك جدا لوجودك. شكرا لكم كثير. نعم، إن شاء الله نلتقي بكم أيضا في مساحات أوسع والحديث أكبر عن كثير من الموضوعات اللي بتهم المنظمات الطوعية ودور الكبير بتقدمه والمنتظرين إن شاء الله في السودان الجديد. بشكر المشاهدين اللي تابعونا، حد ما ألاقيكم، في أمان الله. شكرا.